السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام تعديد إلى أيام هذه السكالة أولا وآخرا وقبل كل شيء عليه إن المكانيي وإنوس مستقليي إن إنوس قلن مع العلقان بعد الله وحنما أدعرنا إنها إذ كرستاه وسوى لأسنتي وكشق إستي إن إسوك دوم مراسبة تاريخ من شاهد مارس مانتا كل مقام له مقال هذا هو الدبسيشن كلي جاي حفلة يوحى يكون حصان تاعي والا شيغي وحين يكون حصان تاعي وين كل عالم كن عاي باش الراهب سفارة عمر محمود إنه هل كان وقفنا الشر أي كذا تشريان الريمود المسيري مدبل يا ياما مددا فشا يا ياما وحام مسكح اللو توجين ايي سيدي طلقان يديغان كا وحبدا لوغا بدري لها أما نغان ها هاتو أما نغان ها هاتو أولو بوحين لها كالين كي وبنلي ايي يضيقي كوالي باشا تود بشير عبد الله عثمان رحمه الله سيدا وياشي يقوه الرئيي باعي يرادين فلقيقا يدور شديسا يعبقا حالتي سواهي أيها كور بحشي على كان يسوه يمانا ريحسي وطرادو دعي قاري سوطراء أبدا بغلالا مكمان بكودو قديوه لغاقبت يالكاس قديوه لأسي عيلاهايين تأسو تشيرين نواب دراي فقيقة بيشة فقيقة لبادة بيشة فقيرسي فقيقة سي أستانا أولي يهي ينعى ويهي بيشة وكي معنى يو نواب شاقي بعد يهي نواب إدماني يرشال فقيقة دقن كرهي سفارة وتردي سا حتى هالكا وكشيغي قدوبي قدوبي وعي تاي تردوه تدوية طبعا مدردير بعد جيد وعن مسكح على يد الشيليني وعن الروتي على راكة استاغني والله الله كاشني ومسؤولية النصارى إلهينا النصارى يدكنا النصارين أن نؤاد يؤاد وتحدرني وحان نحولاني لحية طوان نبطون أو كم إذا نبطون هذا الدرش في سفارة فقه بشير فقه عبد الناصر محمود مراء وحان قصة لأني فقيقي كوادو بيشا وحال وحشا يسيدا وكالا وحا إرقيي وحالك يسوي مثل سفارة ضيبه سكال الدوان وحال لغدح الدورتي إرقو وحيسو نقاشين وحيسو قدمين فقيقة ينوبة هنعي نوعه يهي ماشاك وكي معنى يو إيه هاتي إلهي قدرتن كوحيقة ماشا وكي معنى يو وعالوغو سمتاي فقيقة باشا ريح السفارة إنو نقون دونا برشو أنو طريقة إيهدا راعني أيانو أنو نسيدو كليو عن حلاني شخصي آنو إسلاحين وشخص إلهنا أقرتي أنقنا ندلالني كرنا لغسو حلاقة ديين فقيقة سيوه النقضي فقيقة اللبات باشا السفارة سعاد ناصر محمود مره دري خلاصان هم مرمي سلاصان كدو رمي لئي يطولن نبطون وباشا اللي ذاي أي عالك اسمدي سيو في الشارع وعن اللو ذاقي ناس عافتا انتهت النور جوبتو خلقك إلهي وعن روشي نعيو في غيقي لبعض باشا حسي فارح وياي وعن ناصر العمود لي وعن كور قرني نادو شرق ديما عطلين إيهل كاي هل كان فردنا يهي انت عكيه وقاري يلا كان طلباني ناسو حشمان لي إنه يوصو غيب قران على مسار كافقيقة اللي دا أي نوسو كتبيان قدقي الله إرساري أما الله إرساري دوانو إلي لعلي مصارك الفقيقة
إن شاء الله تعالى وحرجينا سحش مرله قدرين له قيمة له إنا نغسر ولقيف تنه وأن نقبل بمناسبة ماشا وكل ياي يمقام كي ساكسو دوين إنه يا تادو ما سنتي دمانتين وعن تغبع يا عوال كيبي ومضر عوال بيتري لكن اللي سوانيو على السوشيال والمهم وقت السؤال كان شعور نبتي يقوها الرئيسو إنا نوتر دارنا بتقوى الله عز وجل وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.